مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج حكاية ولاد البلد، أسعد الله مساءكم بكل الخير. برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية ولاد البلد. طبعا في البداية عايزة أشكر أهل الصعيد، كل خط الصعيد تما وبحري. طبعا أهل الصعيد متابعيني ومشاركيني على طول بصراحة على الصفحة، وخصوصا بشكر الحاج عبد العال عامر على مجهوداته في خدمة المجتمع. ثانيا هنقول النهاردة حلقتنا حلقة مميزة جدا، حلقة معانا فيها ضيوف إن شاء الله. هنتكلم عن موضوع يهم كل أسرة مصرية، وهو الاضطرابات النفسية التي ممكن تؤدي إلى الإدمان. كتلة ائتلاف القاهرة لعلاج الإدمان بالمجان على نفقة الدولة برعاية الأستاذة عنايات السنان بتقول لكم لو عايز تبطل إدمان إلجأ لربنا ثم لكتلة ائتلاف القاهرة لعلاج الإدمان بالمجان. الرقم على الشاشة، ابعت صورة البطاقة وإحنا علينا الباقي بإذن الله. العلاج مجاني، كل اللي عليك إن أنت تبعت صورة البطاقة والكشف بخمسة جنيه فقط لا غير. اعتزم وتوكل على الله، وإحنا في إيدينا إن إحنا نغير من نفسينا، وإن شاء الله في إيدينا الاختيار. النهاردة الحلقة معايا ضيفين مميزين، ضيفين جايين يفيدوكوا في أمور كتيرة تخص البيت المصري. معايا الدكتورة أمينة سمير، دكتورة الاضطرابات النفسية وتعديل السلوك، وبعض الأنشطة الأخرى اللي هنعرفها في خلال الحلقة. برحب بيكي. أهلا بيكي أستاذة أسماء، تسلميلي يا رب. ومعانا طبعا أستاذ طارق مقلد، عضو من أعضاء كتلة ائتلاف القاهرة لعلاج الإدمان بالمجان على نفقة الدولة ومرشح للبرلمان. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذة أسماء، أهلا بحضرتك. أهلا بيك، نورتوني النهارده. ربنا يخليك. أنت منورة. ربنا يخليك. دكتورة أمينة، في البداية بنتكلم عن الاضطراب النفسي، وطبعا ده بدايته هيكون من الطفل الصغير في البيت والانفعالات اللي بتحصل في البيت وصوت الأب العالي والأم المتنرفزة. فننشئ طفل سليم بدون اضطرابات نفسية ازاي؟ بصي، طبعا احنا خلينا نكون صريحين كده، نقول ان مفيش بيت مفيهوش مشاكل أسرية. تمام. يعني لما نيجي نقول للأسرة ما تعملوش مشاكل أسرية قدام الأطفال والكلام ده، مش هيحصل ده في أرض الواقع، مش هيحصل خالص. صحيح. لكن احنا نعمل ايه بقى؟ نبدأ نوجههم نقول لهم طب بصوا الفرق بين الطفل اللي بينشأ في أسرة فيها حب وتعاون وفيها أفراد بيحبوا بعضهم وبيلموا بعضهم، وإيه الفرق بين الطفل التاني؟ لما هيلاحظ إن الفرق على ابنه، أو هيشوف فعلا إن ابنه مختلف عن التاني، هيبدأ ينتبه للمشكلة ديت. صحيح. أنا يعني أحيانا كتيرة قبل ما بعمل برنامج أو خطة علاجية لتعديل سلوك طفل، بعدل من سلوك الأم أو الأب الأول. ده اللي أنا ببدأ بيه، وبعد كده بندخل بقى في البرنامج ونبدأ بقى نعدله ونبدأ نوجههم بقى. طيب لاحظت او معظم الاطفال اللي هم بيبقوا اكثر عدوانيه واكثر عدائيه تلاقيهم بينشأوا تحت الصوت العالي. أيوة. والزعيق. ده اللي انا عايزه اقوله لسيادتي، كان بيجي لي شكاوى كتير على الصفحه من صوت العالي بتاع الاب اللي هو متعود على العجرفه، ان صوته دايما عالي وفاكر. أيوة. انه دايما على حق، حتى لو عايزين نقول له انت مش على حق. ده هو حتى لو ما بيزعقش هو صوته عالي. بالظبط. وفي ام كده برضو يعني تحسي ان هي بتصوت او بتزعق، لا ده هي صوتها عالي برضو. لا ده الطفل اللي تحت ايديهم ده بيطلع حد يعني عدواني جدا، ومتخيل ان دي اللي هيكسب بيها ثقه الاخرين. طب انا لما اعلي صوتي بقى فانت اللي قدامي ده هيخاف مني، زي بابا او ماما. زي بابا او ماما، انا افضل بقى اقلدهم وخلاص. انا هحل مشكلتي بكده. وللعلم شخصيته بتبقى ضعيفه بره جدا. جدا، ما بيكونش عنده ثقه في نفسه. صحيح. هو دايما بينتمي يا ولد يكون قوي في البنيه الجسميه بتاعته، يا اما ولد صوته عالي، تلاقيه بيصاحب اللي هم الناس اللي بيمتلكوا الصفات الشخصيه دي. يعني دي رساله لكل اب بنوجهها كل ام، خف صوتك شويه واهدى على بيتك شويه. مش قد الجواز ما تتجوز، وانت كمان مش قد الجواز ما تتجوزيش. اهدوا، عشان المشاكل الاسريه دي بتاثر على اولادكم، وفي النهايه انتوا اللي بتتدمروا والولاد بتتدمر معاكم. استاذ طارق، طبعا حضرتك عضو ائتلاف في القاهره لعلاج الادمان بالمجان. الكتله طبعا بتختار اعضائها بتميز جامد جدا، واول حاجه ان هم يكونوا محبين لله وللوطن.
لان الشغل كله تطوعي ما فيهوش ماديات. طيب الناس اللي بتخرج بره الكتله بعد ما بتكون شافت المطبخ واسراره وحبت انها تعمل زي الكتله مع ان ما حدش هيعرف يعمل ده، عايزه اوجه لهم رساله لاني بسمع كتير اقاويل وحاجات عايزه تهد كيان اتبنى. فسيادتك طبعا ادرى مني بالموضوع دوت، فعايزك تبعت رساله للناس اللي بتقدم العمل التطوعي. انا بس احب اوضح في الاول حاجه مهمه قوي، ليه الكتله؟ الكتله عشان احنا امنا برساله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان في خطه لتحقيق التنميه المستدامه لمصر. تمام. الخطه التنميه المستدامه مش هتتحقق الا ان احنا لو قضينا على كل حاجه فيها فساد في البلد. تمام. من ضمن الفساد اللي في البلد المخدرات والادمان. احنا عشان كده اتجهنا الملف ده، ولما حبينا ان احنا نختار اعضاء الكتله اخترنا ناس فعالين في المجتمع ليها نشاط في المجتمع المدني كويس قوي. تمام. وناس عايزه تخدم البلد. عايزه تساهم في البلد. تمام. فكل واحد بيساهم بطريقته. احنا مش طالبين من حد يساهم بفلوس ولا يساهم باي حاجه، احنا طالبين مجهود وطالبين توعيه. التوعيه الملف بتاع الادمان ده الناس كلها في مصر او على مستوى العالم العربي كله كله بيخاف من الاعتراف ان معاه مدمن. تمام. وكله بيخاف ان هو يقدم على خطوه العلاج عشان تكاليف العلاج باهظه، كله بيسمع كده. لكن الدوله بصراحه حققت ان هي توفر ده وتوفره بالمجان. بس الناس مش عارفه ده. تمام. احنا دورنا في الكتله ان احنا بنعرف الناس وبنروح نستقطب الناس ونستقطب الحالات ونوعيهم ان في علاج على حساب الدوله ببلاش. بالظبط. وبنفضل معاهم لغايه لما بنعرفهم طريقهم وبنوديهم المستشفيات وبنحجز لهم في المستشفى لغايه لما بنطمن عليهم. ومش بس كده، احنا كمان بنطمن عليهم بعد التعافي. اللي هو خدمه زي ما بنقول ما بعد العلاج. بالظبط. بالظبط. ودي نقطه مهمه جدا ان احنا نفضل نتابع الناس اللي هي بتتعالج عشان ما يحصلش انتكاسه ليهم تاني. وده ابننا. بالظبط. وده اللي يهمنا في الاخر، هيطلع يفيد المجتمع ويفيد البلد ويفيد نفسه. تمام. هو ده غايتنا من حته الكتله ان شاء الله. الناس اللي بتضم معانا وبتحاول ان هي بعد ما بتخرج من عندنا طبعا تشوه مننا ككتله او تقل من حجم عملنا وجودنا او من صحيح. وجودنا ومن اللي احنا بنعمله. تمام. الناس دي طبعا هي ما نقدرش نقول لها غير حاجه واحده بس، ان انتوا ناس مش فعاله في المجتمع، وان انتوا ناس غاويين ان انتوا تهدوا في المجتمع مش تبنوا في المجتمع. تمام. وعايشين في وهم. بالظبط. احنا ما يهمناش مين اللي معانا في الكتله، احنا يهمنا اي حد في المجتمع بنرحب بيه ان هو يبقى معانا في الكتله، ويكون فعال. لان احنا ما بنكسبش من وراه. صحيح. احنا بنكسب رضا ربنا. بالظبط. دي اهم حاجه. طب دكتوره جدا. دكتوره امينه طبعا الكتله بتعالج شق نفسي كمان. لان المدمن بيبقى عنده شق نفسي طبعا. تمام. طيب معانا مداخله. الو استاذه دعاء. الو. مساء الجمال. مساء الفل استاذه اسماء، استاذتنا كلنا عامله ايه؟ ربنا يخليكي يا استاذه دعاء الاعلاميه الجميله. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، نورين شاشه. ربنا يخليكي. موضوع مهم جدا اللي انتوا بتتكلموا فيه. ربنا يخليكي يا استاذه دعاء، نتعلم منك والله. لا يا استاذتنا. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا دعاء، بجد انت من الناس المحترمه اللي انا شخصيا بقول لو انا عندي عامل نفسي متعبني بتصل بيها بصراحه. طاقه ايجابيه. ضحكتها طاقه ايجابيه. لا ما شاء الله، احنا لو متضايقين هي صديقه شخصيه جدا قريبه مني، فبجد بننقل لبعض الحاجه الايجابيه بجد يعني. ضحكتها باينه. حبيبتي كتر خيرك واشكرك جدا. انا كنت عايزه اشكر الاستاذ طارق على الحمله بتاعتهم بتاعت الادمان طبعا. وبشكرك انت كمان لانك من الناس اللي بتدعم الناس وبتستقطب الحالات، فانا بجد بشكرك وبقول لك بجد بجد يعني انت بتعملي حاجه قويه جدا يا استاذه اسماء واستاذه عنايات واستاذ طارق، بجد انتوا فريق محترم جدا 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 جدا، وتيم ورك بتعملوا هدف حلو لشبابنا ولاولادنا طبعا. فبجد شابو ليكوا، انا مبسوطه بيكوا جدا جدا جدا. وتحياتي كمان للدكتور الموجوده معاكي
ميرسي ميرسي. انتوا منورين الشاشه، مش ربنا مطوله عليكم عشان يخليك، وقت الحلقه. ربنا يخليك يا رب. شكرا يا دعاء للمداخله جدا، كتر خيرك، اشكرك. احنا تعقيبا بس على الاستاذه دعاء، طبعا. احنا يعني بنحاول ان احنا نقول ان احنا موجودين طبعا ان شاء الله، واحنا موجودين بنحاول نساهم في اي حاجه تخدم البلد، لان البلد على فكره محتاجه كل واحد فينا. احنا قربنا ما يقارب على 3000 متعافي، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، والبلد محتاجه مجهود كل واحد فينا طبعا على فكرة. اكيد. وبعدين ثواني دكتوره امينه، عايزه اقول لسيادتك حاجه. المدمن بينشا عن بيت فيه تفكك اسري، فيه اضطرابات نفسيه، ده مظبوط؟ دي حقيقة. ده جانب مهم جدا. أولا هقول عليه بقى مدمن، هقول عليه مريض نفسي، هقول عليه مجرم، دي مش قضيتنا خالص، بس قضيتنا إن احنا نفضل وراه لغاية لما يتعافى. تمام. هعقب على الدكتور كمان، هو مش الأهل بس اللي بينكروا المشكلة، هو أحيانا بيبقى هو ذات نفسه ناكر المشكلة خالص. طبعاً. خالص. وده بقى احنا بنفضل وراه، يعني حاجة كده إيه، من ضمن وسيلة جنب العلاج النفسي وجنب العلاجات الطبية، حاجة اسمها العلاج بالفن. ده اللي كنت هقول لسيادتك عليه، بس طبعا دي كنا عاملينها يعني بنبونية الحلقة بصراحة. لا بصراحة أصلاً الموضوع ده فعلا مهم جدا، لان يعني هتلاقي أسرة ما فيهاش، أسرة اللي جنبها فيها أسرة ما فيهاش، يعني فعلا احنا يعني عندنا بمعنى حالات إحنا كتيرة من ده. طارق، ان في اطفالنا، في حد بيحب الرسم، في حد بيحب الغنى، في حد بيحب التمثيل، احنا مش حاسين بده، فالعلاج بالفن اللي الدكتوره امينه بتتكلم بده. ومش بننميه، ذات نفسه كان طفل بالظبط. ما احنا قبل ما بنعالجه بنفضل احنا كشق سلوكي بقى بنرجعه هو طفل. طب عم ايه اللي حصل له؟ ايه المشكلات اللي حواليه اللي احنا ما حليناهاش وهو صغير، وبدا يبقى مراهق وبدا يبقى مدمن؟ بالظبط. صحيح. فاحنا صحيح. بندخل له من سكه وهو طفل بقى. استاذ طارق، كيفيه استقطاب المدمن عن طريق، طبعا انا عايده من اعضاء الكتله وبستقطب مدمنين عن طريق البرنامج، انا عايزه، مش عايزه اقول مدمن، عايزه اقول مريض. لان فعلا شباب ممتازه وعايزه بس اللي ياخد بايديها. تمام. فكيفيه التعامل مع استقطاب مريض؟ والله احنا في ناس كتير جدا بيبقى نفسها ان هي تعالج مش لاقيه الطريق. فاحنا بدورنا ان احنا موجودين في وسط الناس وفي وسط الشارع، بنعرف الناس دي. صحيح. وفي ناس بتواصل معانا، جيراننا واهالينا. وفي ناس بتواصل معانا كتير جدا، عارفين ان احنا في الملف ده. ففي بيقابلنا مشاكل ان في اهالي ابنائها مش عايزه تروح تعالج، وفي اهالي مكسوفين يقولوا ان انا عندي ابن مريض. طبعا كتير، لان نظرا برضو ان بنلاقي ناس كتير جدا في مناصب حساسه في البلد. صحيح. وفي ناس برضو في وسط عيلتها ليها وضع. فالناس بتخاف. لا، هو الموضوع شائك، الموضوع عوامل مساعده كتير ان هم ينكروا ده. وبيخافوا من الامان برضو بقى والمصداقيه. بالنسبه لنا احنا بناخده بسريه كويسه جدا، وبنحافظ على المريض قوي. ولو هو رافض ان هو يتعالج، احنا بيبقى فيه فريق من عندنا من الكتله لاقناعه. صحيح. بنقعد معاه، بيبقى بمرحله علاج نفسي. علاج نفسي، ان احنا نحببه في موضوع العلاج، وان احنا نقول له ان في طاقه ايجابيه عندك انت، لازم نصحيها. تمام. نشتغل على الوعي الذاتي بالظبط. نبقى ان احنا نحرك الكلام ده كله، لان من اهم اسس العلاج في الادمان ان انت تكون عايز تخش التعالج. تمام. هستاذنكم معانا مداخله. مين؟ الو. الو. ايوه. لو سمحتي كنت عايز اتصل. كنت عايز في سؤالين كنت عايز اسالهم يعني للدكتور. يعني اتفضل يا فندم، تحت امرك. مين حضرتك؟ اسم سيادتك ايه؟ اسمي علي محمود. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. السؤال الاول، يعني في بعض الافلام بيظهر المدمنين وتجار المخدرات بصحه جيده، وبيخلوا الناس تقبل اكتر، وبعض نجوم المجتمع والمشاهير والناس اللي بتوصل ل 50 60 لا بيصابوا بامراض ولا اي حاجه وصحتهم كويسه، فالناس بتقبل اكثر. وسائل الاعلام برضو كالتلفزيون بيساعد بعض الافلام في الحاجات دي. السؤال الثاني، ايه هو التصلب المتعدد؟ معانا واحد زميلي برضو كان مصاب بحاجه زي كده، وراح لدكتور مخ واعصاب ونفسيه وعصبيه. يعني ايه التصلب المتعدد وايه علاجه وايه سببه؟ تمام. علاج المتعافي، يعني هو اتعافى خلاص من الادمان وخايف يرجع؟ هو لسه كشف وقال لي الدكتور عندك تصلب متعدد، ولسه يعني هيطلع له علاج، يعني زي برضو اضطراب نفسي او كده. ايه سببه وايه الدنيا مثلا معاه؟ تمام. يعني كعلاج ليه والوضع. تمام. يا ريت تفيدني الدكتور. حاضر. يعني ماشي، اشكرك يا فندم، شكرا للمداخله.
طبعا هو بيتكلم عن افلامنا والافلام اللي بتعرض حاجات، وبعدين يلاقي فعلا قوي البنيه مع انه بيشرب مخدرات، فده بيقول لك طب انا خلاص هشرب زيه. فحضرتك جاوبي. طيب احنا عندنا طفلي بيتعرض لمدرسه وسينما ونادي، وبيتعرض لمجتمع، بيتعرض لاصحابه، بيتعرض كل حاجه، برضو الام والاب هم المسؤولين عن التربيه. تمام. مش هقول لحد انت مسؤول وانت بتدخل لنا الافكار، لان هقول للام والاب اللي قاعدين في البيت انتوا المسؤولين، الافكار دي بتدخل لاولادكم. تمام. طب نعمل ايه عشان الافكار دي ما تدخلش لاولادنا، ولادنا ما يبقاش عندهم وقت فراغ. وقت الفراغ هو اللي بيسمح لي، او هو زي الباب كده لو وردته شويه بيسمح لاي طفل ان هو يتجه للحاجات دي. ابدا انمي عنده موهبه، ابدا انمي عنده رياضه، اكتشف حاجات هو فيه. مش في حاجه بقى كمان، امهات كتيره قوي يبقى الطفل مش عايز يلعب كوره، ده انت هتلعب كوره زي خالك بالظبط، ابن خالتك راح مش عارفه يرسم، انا خلاص فانت لازم اشتراك. تعمل كده. اما انا اعمل له ايه تاني؟ انا كده بقضي له وقت فراغه ومشتركه له في كذا حاجه. لا لا لا، العبي على مهاراته. صحيح. بس اشوفه بيحب ايه، هو بيحب ايه، شاطر في ايه، قدرته في ايه. وما اجيش مثلا طفل مثلا اعصابه ضعيفه ومش عارفه ايه، والعبه كاراتيه وكونغ فو ومش عارفه ايه، هيحبط اكتر ويكره الرياضه كلها. وهيكره الرياضه كلها. صحيح. لان كل المشاكل تقول لك طب انا على طول قاعد مش عارفه اشاركه في اي حاجه. فوقت الفراغ هو البوابه اللي بيدخل منها كل المشاكل. ويا ريت الاب والام يكونوا قدوه لده، اب رياضي برضو بينزل يتمشى، بينزل يلعب بدل ما قاعد بيعمل سلبيات. هم رقم واحد في التربيه، هم رقم واحد. تمام. في تعديل السلوك برضو هم رقم واحد. صحيح. مفيش لوم على اي حد تاني. لما مش هقدر امنع السينما ومش هقدر نيجي. طب حضرتك مثلا ام عايزه تنظم ولادها انهم يناموا في ساعه معينه، والاب يقول لها لا سيبيهم يسهروا وانا عايزهم يقعدوا معايا. ما هو انا قبل ما انظم بقى ساعه معينه دي انا اقعد انا والاب كده، مين فينا القائد؟ بالظبط. هتقوم انت بدورك ولا هقوم انا بدوري؟ لو هي اللي هتقوم بدورها لا خلاص بقى تتصرف، وانت بقى ابعد. بس احيانا كتير في امهات متسلطه قوي، عشان بابا قال كده فانا لا بقى انا اكسب ودهم انا بحاجه تانية. وانا بقى الحنينه. بابا برضو العكس نفس بالظبط. طيب. في النهايه الولاد هم اللي بيتاثروا بده كله. طب ده اب وام عايشين مع بعض، طب لو منفصلين بقى هيبقى ايه الموضوع؟ هيبقى مش فراغ وبس، ده فراغ وفي وضياع نفسي قلق وتوتر واحباط واكتئاب، ودخلنا بقى في قصص وبعد كده يطلع لنا المدمن. وده ما يؤدي الى ملف الادمان. انا عايز اعقب بس على حاجه بعد اذنك. اتفضل. هو بالنسبه لمسؤوليه الاب والام، هم طبعا عندهم مسؤوليه، مش ما عندهمش مسؤوليه، بس احنا دلوقتي المجتمع اتفتح قوي. فمسؤوليه الاب والام ما نديهاش برضو نسبه كبيره، نديها نسبه قليله. النهارده الاب اللي يبقى عليه مسؤوليه او الام اللي عليها مسؤوليه، اللي لسه بتتعامل مع ولادها على ان هم ولادها، لازم تعاملهم على ان هم اصحابها. صحيح. لازم هو يعامل ولاده على ان هم اصحابه. لازم لازم نحس ان هم اتغيروا والمجتمع اتفتح. وهم بقى عندهم نسبه وعي كبيره جدا، السوشيال ميديا مفتوحه، النت مفتوح، العالم كله مفتوح قدامهم. تمام. وهم يمكن بيفهموا في في في, في النت وفي المواضيع دي احسن مننا كمان. تمام. فالنهارده لازم نتعامل معاهم على ان هم بيفهموا. ما ينفعش ان احنا يبقى عاملين قيود عليهم باستمرار. صحيح. القيود هي اللي بتخلق المدمن. القيود هي اللي تخليه يهرب من البيت. تخليه بيهرب من البيت، انا عايز بالزبط. حد حنين عليا، وعايز يتحرر بقى مع صحابه، وعايز يتحرر في الشارع، وعايز يتحرر في المدرسه. لا كل المجتمع. استاذنك استاذ طارق معانا حلقه انسانيه. استاذ صادق الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيك يا فندم. استاذ اسماء انا بشكر حضرتك للمداخله معاك يا حضرتك. ربنا يخليك، اتفضل قول. اتفضل يا فندم. حضرتك انا من محافظه البحيره مدينه ايتاي بارود. اهلا وسهلا. كان عندي مشكله ان انا كنت عامل حادثه من بقالي اكتر من سنه ونص. تمام. وغندمت في برنامج تكافل وكرامه اكتر من مره. وحضرتك قدمت في العماله الغير منتظمه. تمام. وانا ما عنديش اي مصدر رزق. واعيش على مساعده الخيرين يا فندم من اهل القريه. تمام. وقدمت شكوى لجميع المسؤولين. وبدون اي رأي لحد الان. وعملت عمليه وعندي كسور في ركبتي وفي الساق. الف سلام عليك. ماشي. وعملت عمليه في مستشفى نريمان في الاسكندريه. شفاك الله. واطلب من السيد محافظ البحيره بان يرفض بحالتي، لان ظروفي صعبه جدا جدا يا فندم. تمام. واناشد وزيره التضامن الاجتماعي
بتوفير لي معاش لكي اقوم بواجبي نحو اسرتي ومتطلباتهم يا فندم. ان شاء الله، واحنا بنضم صوتنا لصوتك في حكايه اولاد البلد. سيب رقمك بس في الكنترول، نتواصل مع المحافظ ومع وزيره التضامن، وان شاء الله باذن الله مشكلتك تتحل وشفاك الله وعافاك. دي من ضمن الحاجات برضو اللي بتعمل عامل نفسي جوه الانسان، انا مش عارفه اتعالج. والطفل بقى الصغير اللي طالع مع الاب ده، الله يعينه ويساعده يا رب، يقول لك هو انا اشمعنى انا كده بالظبط، يعني طب انا ما اتخلقتش ليه زي التاني؟ مش فيه. يبدا بقى يغضب من فكره ان ربنا ليه عامل فيا كده، ده عقاب. يبدا بقى يتوجه في حاجات، اضطرابات تانيه خالص تصدر في دماغه، يعني تبعده بقى عن ان لا ده في ربنا بيكرمنا. انا عايز مصلحه اطلع منها فلوس عشان ابويا اعالجه واعلى، ويفضل يفكر في الفلوس. والاب بس يا عيني هو اصلا شايل وحزين على نفسه بقى، واصلا يعني ما عندوش ان هو يقعد يتكلم معاه ويشرح له حالته والكلام ده. انا تعبان مش قادر. وابني برضو نفس القصه، تعبان نفسيا، بيبص لزمايله بره فبيبدا يتنمرض على للحياه اللي هو عايشها. وفي برضو الام ان احنا لازم نعمل على تنميه مهارات ولادنا. بالظبط. يعني مثلا عندي ابن او بنت عندها مهاره الرسم، انا لازم انميها. لان انا لو نميتها وحببتها في المهاره بتاعتها، ايا كانت المهاره بتاعتها، هي مش هيبقى في دماغها اي حاجه او اي اتجاه غير المهاره بتاعتها. وهتكسب منها بعدين. فموضوع تنميه المهارات ده موضوع مهم جدا. صحيح. موضوع تنميه المهاره في التواصل والاتصال. ان انا ازاي اتواصل مع اللي قدامي واتعلم منه واتصل باللي قدامي. تمام. فموضوع تنميه المهارات ده مهم جدا، ان كل الناس تحاول ان هي تنمي مهارات عيالها. تمام. طيب دكتوره امنيه، احنا عايزين نتكلم على الاكاديميه عند حضرتك، بما انك رئيس مجلس اداره اكاديميه بتعالج بالفن او عندها فن التعامل مع الفن. عرفينا. بصي، هالفكره دي مش شائعه قوي، لكن هي فكرة قوية جدا. تمام. ولكن بقى أحيانا بقابل ناس تقول لي إيه، يعني إيه أنت عايزاهم يرسموا طيب يلونوا؟ طب أنا بجيب لهم كراريس رسم وتلوين في البيت ومش عارفة إيه. لا، علاج بالفن شامل إيه؟ شامل رسم، موسيقى، نحت، لعب بالصلصال، ممكن مثلا الرملة، أي حاجة يكون هو عنده فيها مهارة. تمام. خلاص. الطفل هنقسمهم قسمين، قسم الأطفال وقسم الشباب أو المراهقين. يعني الأطفال لما بيجوا يرسموا اي شخبطه او اي حاجه بيرسموها، ده بيبقى اسقاط لمشاعرهم. يعني هو بيبقى حاسس حاجه جواه، هو حاسس حاجه جواه، فتلاقيها في الرسم بتاعه. هو انا مش طالبه منه ان يرسم، يعني اعدي له لوحه فيرسم زيها، لا، ويطلع عنده مشاعره الداخليه هو اللي تطلع عليه. انا ببص على ايه بقى؟ ببص هو ماسك القلم ازاي، الخط ده مستقيم ولا مش مستقيم، بيدوس جامد قوي ولا ما بيدوسش جامد، يعني بصي بيختار القلم اللي خطه خفيف ولا اللي خطه عريض. من هنا بطلع جواه الحاله النفسيه بتاعتي. بالظبط كده. بالظبط كده. يمكن انا دي مارستها من زمان قوي، كنت مدرسه زمان ومارستها فيهم بقى. كان الولاد بيبقوا انطوائيين وعندهم خجل قوي، تيجي مامتهم تقول لي على فكره هو بيعمل كده معاكي انت بس، لكن هو بصي شقي جدا. اقول لها لا بس الولد عنده انطواء وخجل، انا حاسه كده. تقول لي لا لا لا، ما يجي يرسم اقول له طب ايه رايك مثلا ترسم لنا حاجه انت بتحبها قوي في البيت عندك. تلاقيه ماسك الصفحه رسم في الجنب كده الحاجه دي اللي هو بيحبها، بس في الجنب، في الجنب مش واضحه، لان هو مش واخدها مساحه الصفحه، مش واخدها عنده في البيت. بالظبط كده. مساحه الصفحه دي هو ده بيته، هو ده المجتمع بتاعه، ودي الحته اللي يا دوبك بياخدها. بصي بقى هو منزوي مع نفسه ازاي. بدات بقى اهتم بالموضوع ده، وفعلا جاب نتيجه قويه جدا، ودخلناه برده في الادمان. يعني ده جانب العلاج النفسي والعلاجات الطبيه برضو. انا اقول لحضرتك حاجه، يعني ممكن تلاقي حد نفسيته كويسه تلاقيه من تدريجيا بيرسم ورده، شجره، بالظبط كده، بيلونها بالوان جميله لان هو نفسيته حلوه. بالظبط كده. يعني انا مثلا من الالوان مثلا لو لقيته ان هو بيختار مثلا الوان اللي هي ايه صارخه جدا، خلاص اعرف ان الطفل ده عنده صراع جواه، متوتر جدا. خلاص بقيت يعني من مسكة القلم ومن اختياره للألوان ومن اختياره اللي شكل القلم، خلاص بقيت أنا عارفة هو جواه مشاعر إيه، فببدأ أجيله من الحتة دي. تمام. دي بقى عاملة طفرة بجد، وهي أصلا يعني موجودة من زمان. رقم الدكتورة على الشاشة بعد إذنكم للتواصل
لان طبعا الموضوع ده مهم قوي. اطفالنا قوي. هم الثمره اللي طالعه، احنا بنكبر بنزرع قبل ما نكبر، فالزرعه طالعه معانا، احنا هنسيبها وهنتحاسب عليها. فياريت نتحاسب قوي ان احنا بنسقيها بالراحه، نسقيها على قد حجمها، ما نديهاش اكبر من حجمها. نرعاها. للاسف نرعاها. مدين الاطفال اكبر على طول من توترنا احنا. اسكت، ما تلعبش، هو ينفع تعمل كده انت كبير بالزبط. كبير بالزبط. ايه بس بتديله اكبر بالظبط، وتلاقي لا ذاكر، لا صلي، لا اعمل، طب انا اعمل ايه ولا ايه؟ انت عايزاني ابقى حاجه ملاك نازل من السماء؟ انا اديني، حتى ديننا بيقول يسر، واحده واحده. فدي برضو رساله عايزين نوجهها للامهات. في ام بتقول لي انا ابني بيشخبط كتير على الحيطه وجايالي علشان الموضوع ده، انا عايزه اعاقبه. ده ناس مبدعين جدا، عندهم قدرة على الإبداع والتخيل رهيبة. طيب يا دكتورة زنبانة ايه؟ الحيطة تبوظ يا دكتورة. لا ما هو بقى هو ده بقى انا بسيبه هو والله. ده بقى بسيب الطفل خالص اقعد افضل بقى مع الام؟ لا تعالي بقى تعالي، ده حد عنده طاقة في الخيال ومش عارف يطلعها. حضرتك لما موفرة له ورقة ولا مخليه يمسك قلم غير قلم الواجب، ولا موفرة له المساحة، ولا أوضته يعني يكون حاجة خاصة بيه. طب يعني عايز يحس باستقلالية، عايز يحس بذاته. الراجل عنده طاقة، طيب يعمل ايه؟ طيب يروح فين؟ طيب فده بقى نعمل له ايه؟ نخليه يرسم ونقوم معلقين له الرسومات بتاعته او نشجعه. يا سلام، هو مجرد ما يشوفها انت مهتميه بيها ومعلقاها كده، يا سلام على الثقه، يا سلام بجد بجد على الثقه اللي هيكتسبها. صحيح. وهيكون بقى يعني ايه مبهور بنفسه. صحيح. وفخور بنفسه. وده يا استاذ طارق مش دار البيت لوحده، دار المدرسه كمان. طبعا. يعني رسمته او الهوم ورك بتاعه والحاجه اللي بيعملها ياخد عليها جايزه، هو بيحس بيبتدي بقى من هنا بنيان الثقه في النفس. طبعا المدرسه مهمه جدا 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 في بناء الطفل. طبعا. صحيح. طبعا. طيب استاذ طارق، بالنسبه للكتله، بما ان موضوعنا موضوع اضطرابات نفسي وعلاج ادمان، طيب الناس اللي بتخرج وتعمل احباط للناس اللي عايزه تساعد، ارجع اقول لهم تاني، انتوا دخلتوا الكتله عشان تتجهوا لوجه الله تعالى وتقدموا واجب تطوعي حر. تمام. طب انت خرجت بره الكتله، ليه عايز تموت طموح ناس عايزه تدي لربنا؟ تمام. هو ما فيش واحد دخل الكتله من يوم ما الكتله اتنشأت وخرج إلا أنا لأسباب بعتبرهم هم ناس أساسا داخلين الكتلة لأغراض شخصية، شو الكارنيه. وطبعا أستاذة عنيات ما بتستحملش دوت وما بتصبرش على ده بصراحة. كلنا طبعا عارفين أستاذة عنيات بتعمل ما بتصبرش على ده، وهي بصراحة من أسباب نجاح الكتلة جدية الأستاذة عنيات. مرأة حديدية بأمانة. التعامل بتاعها بصراحة جدي قوي، ست مرأة حديدية كل حتة بصراحة. لا لا لا, لا هي متحكمة في الموضوع وحباه، فبتنفذه بقلبا وقالبا. احنا بنحبها عشان كده، اولا لا بتطلب مننا حاجه ولا احنا بنطلب منها حاجه. اللي عايز يعمل حاجه يا جماعه ما يرجعليش، طالما حاجه مفيده للبلد وللشباب والوطن اشتغل على طول، ما تقوليش اي حاجه. انا هنضم بقى بعد الحلقه. لا ان شاء الله خلاص ضمينا يا استاذه عنايات دكتوره امينه معانا. طبعا منضميه معاكم. واي حد عنده خلل سلوكي، اي حد عنده خلل ممكن يبوظ الدائره اللي هي عاملاها، يخرج بره الدائره فورا بدون تردد بصراحه. ايا كان شخصيته، ايا كان شخصيته، ايا كان مركزه، مع احترامي نهائي. لان هي عندها هدف، عندها هدف وهتوصل له. وان شاء الله في صدد بنعمل مستشفى اسمها الاختيار، مسمينها الاختيار لان الاختيار دايما انت قدامك طريقين، اختيارك ايه. فالاختيار مكمل للكتله. وطبعا بما اننا في قعدة بجد شبابنا، انا لاني بحزن على شبابنا وعلى التليفونات اللي بتجينا بجد والله، بيخليكي كأم بقى تخيلي بقى ضنا وانت ما معكيش فلوس تعالجيه، والناس ما كانتش تعرف، فاللي بتعمل جمعية واللي بتستلف واللي بتبيع. ابني هسيبه يضيع؟ مش هسيبه يضيع. بيكون اب برضه، ابني، ما انا بتكلم اب وام. وبيكون هو وبيكون اب كمان، بيكون اب وعنده اطفال صغيره. فعارفه انت موضوع في نماذج صعبه جدا، صعبه بجد. والله في نماذج والله كمان مره بتبيع حنفيات بيوتها. يعني الحنفيات حتى اللي في بيوتها
بيفكها ويبيعها عشان ينزل يبيعها ويجيب الموضوع وياخد ده. حاجة بالنسبة له لا بخلاف بقى، مع احترامي لحضرتك، في اللي بيجوز بنته جوازها اي كلام عشان في يدخل مشاكل كتير فلوس، جدا. في حاجات كتيرة الزوجة اللي ما بتقدرش فهو تعمل وتنزل ملف تعمل يستاهل ان المجتمع كله يتحد فيه بصراحة. طب دكتورة أمينة، عايزاك توجهي رسالة للشباب المتعافي اللي خلاص ان شاء الله دخل وتعافى، خايفين عليه من الانتكاسة لأن دي أشد من الإدمان الأول. والله أنا في وجهة نظري إن هو شخص قوي جدا ولعب على نقطة القوة اللي جواه، تمام، وساب نقطة الضعف خالص، ركنها على جنب وخلاص وتعافى خلاص. ده بقى يصادق الناس أو يصاحب الناس اللي هي كلها طاقة إيجابية. تمام. دايما الناس اللي هتبقى عندها أهداف هي دي اللي هتساعدك في مرحلة ما بعد التعافي. لكن هتنزل مع واحد هيقعد يرغي معاك ويتكلم معاك في كلام، ويحسسك بالإحباط برضو، مش إحباط بقى، هتلاقي كلام. أصلا بيرغي في كلام، هو ملوش أي هدف ولا أي شغلانة ولا أي حاجة، لا ابعد عنه خالص. لأن ده هيرجعنا للدايرة اللي احنا كنا فيها تاني. صحيح. وهيحصل تاني اكتئاب تاني وانطواء تاني وكل المشاكل النفسية اللي هو هيحس بيها. تمام. بس تمام. وانت عارفة حضرتك ان ممكن مجموعة من الشباب المتعافي يعملوا مشروع مع بعض ويمد ايديهم لبعض وكله يساعد بعضه انه يكمل مشوار التعافي. والله دي حلوه قوي في الموضوع ده كمان. ان الدولة بتساهم في الموضوع ان المدمن ما يرجعش تاني للانتكاسة، ان هي لما بتحط تحت الرقابة شوية بيبقى فيه متابعة، ان هو لو ما رجعش للانتكاسة تاني وعنده صحيح. اصرار. وطبعا ده بيبقى في حالات كتير جدا، لان المدمن اساسا لما بيقدم على خطوة العلاج بيقدم برضاه. تمام. وعايزين علاجه يبقى برضاه. بالظبط. فلما بالزبط. بيتم علاجه الدولة بتساعد بكل طاقتها. تمام. يعني عايز تعمل مشروع في قرض بتقدمه الدولة، مدعوم جدا 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 من الدولة، بتقدم تقريبا من 100,000 ل 150,000 جنيه. ده حقيقي، بس لازم يقضي المدة كاملة. بس لازم يقضي المدة كاملة بالزبط فعلا. ان شاء الله. فهي بتساعد على المشاريع، بتساعد، عايز الناس دي تفعل في المجتمع. هي الدولة طبعا مش عايزة. للأسف فقرتنا انتهت، لأن الفقرة اللي جاية بتاع الدكتور أو كابتن طارق رياض، الفقرة الرياضية اللي انتوا تستنوها كل أسبوع، بنوعدكم إن شاء الله. الموضوع شائك، دكتورة أمينة إن شاء الله معايا في أكتر من حلقة، لأن الموضوع لسه فيه تطرقات كتيرة، لكن رقم تليفونها على الشاشة للاتصال والاستعلام، والأكاديمية بترحب بيكم في أي وقت. في أطفال نهاية ومراهقين بالظبط. في نهاية حلقتنا النهاردة بشكر دكتورة أمينة جدا لوجودها معايا. والله أنا سعيدة جدا ربنا جدا لحضرتك والدكتور والله. وبشكر أستاذ طارق مقلد. ميرسي يا فندم، شكرا تحت أمرك. وبشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى لقاء آخر يوم السبت القادم في تمام الساعة 8 مساء وحكاوي.